وفي هذا اليوم المهم جدا وهو اليوم العالمي للشباب. إذن أنا سعيد لمناقشة هذا الأمر معكم. أعتقد دعوني أبدأ بالقول بأن قضية الشباب هي قضية عالمية، تحدي عالمي. لدينا عالميا أكثر من 1.8 مليار شخص عاطلين، وهي أكبر نسبة ديمقراطية في العالم. وبالتأكيد أن يوم العالمي للشباب قد تأسس لجلب النظر لهذه النسبة الكبيرة من الشباب التي ممكن أن تكون قوة كبيرة هائلة لاستثمارها، وممكن أن تكون قد تحديا أو تكون فرصة للعالم لاستغلالها، وأيضا لجذب الانتباه لهذه النسبة الكبيرة من الشباب. أسست الأمم المتحدة في عام 1988 اليوم العالمي للشباب لجذب الانتباه عن حول إمكانية إقرار مساهمة الشباب في المجتمعات، سواء فيما يتعلق بخلق الفرص أو التحديث أو الابتكارات أو إخراطهم في إشراكهم في اتخاذ القرارات.